إذا مشهد مباراة الأهلي وصن داونز في موضوع الجمهور كان على ما يرام في كافة الاتجاهات. إدارة مباريات داخل النادي الأهلي تدير الأمور بشكل محترف، سيستم إلكتروني متميز على قدر كبير جدا من الوعي والاحترافية، حجز تذاكر لم تحدث فيه أي مشكلة، إذا الجماهير حضرت، التذاكر تم حجزها بشكل مثالي جدا، وعندما ذهبت إلى الاستاد كافة رجال الأمن الشرطة والجيش كانت متواجدة بشكل مميز أمام الاستاد، وتم فتح البوابات بشكل رائع وامتلأ شكل الملعب، وكانت صورة حضارية لمصر وللنادي الأهلي في هذه البطولة الإفريقية. لكن القصص والحكايات داخل المدرج الأهلاوي مختلفة تماما. لو فكرنا في كل مباراة نشوف قصة وحكاية في الثالثة شمال أو في مدرج النادي الأهلي هنطلع بقصص كبيرة جدا وحكايات غريبة. القصة اللي معانا النهاردة كانت حديث ومسار السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة. يمكن الأب فقد الابن، لكن الأب كمل المسيرة، حضر المباراة، تواجد في الثالثة شمال رغم أن كان معاه دعوة وتذكرة للتواجد في الدرجة الأولى، وشجع الأهلي وتواجد بشكل كبير جدا من غير تفاصيل كتير. هي كرة القدم ليست أشياء تشترى، كرة القدم فيها معاني وفيها أحاسيس كبيرة جدا. نخرج لهذا الفيديو نشوف فيه تفاصيل هذه الفكرة، ثم نعود الحديث واسمع فيها رأي الأستاذ عصام شلتوت، وقد يكون معانا مداخلة مهمة جدا لشرح هذا الفيديو لكل جماهير النادي الأهلي. مات الابن فأكمل الأب المسيرة، حضر في المدرجات وشجع فريق النادي الأهلي وحريص قدر الإمكان حسب ظروف الصحية والسنية. الأستاذ مصطفى والد الشهيد أسامة عنده 63 سنة. هنا الفكرة، فكرة المدرج في الثالثة شمال مع جمهور النادي الأهلي، فكرة بقت موجودة لدى كل مشجعي النادي الأهلي سواء كبير في السن أو صغير، شاب أو فتاة، الكل حريص على تشجيع النادي الأهلي. أستاذ عصام شلتوت، الفيديو فيديو حماسي وفيه معاني إنسانية كبيرة جدا، لكن قبل ما اسمع راي حضرتك انا معايا على التليفون الاستاذ مصطفى، حاولت قدر الامكان ان احنا نوصل له عشان نسمع منه الفكره. معانا على التليفون نسمع منه الفكره. البعض قد يكون وفاه ابنه في مباراه كره القدم قال لك اكره الكوره وما احضرش ماتشات وابعد عن اللعبه ديت، لان اللعبه دي فقدت فيها ابني، لكن احضر مباريات كره القدم عشان دي الحاجه اللي كانت بتسعد ابني.